بيراميدز الحقيقه يعني عنده مباراه بكره مع كان ريد ديفلز، وانا بيراميدز لا اخلق عليه افريقيا خالص. يعني بيراميدز انا بقول لحضرتك هيتصدر مجموعته من دلوقتي وبدري، يعني خلص الدور الاولاني هياخد 3 انتصارات وياخد انتصار في بدايه الدور الثاني يضمن صداره المجموعه، يلعب بالاحتياطين بعد كده. هو بيراميدز ممكن في الدور نصف النهائي والدور النهائي هتبدا المشاكل، ولن يعاني من ظلم زي ما حصل السنه اللي فاتت. ده موقف الفرق المصريه كلها بالتفصيل في البطوله الافريقيه.